الأخ الطيب هذا قال لي يا فارس مين هو مين؟ هو عبد الرحمن قاسم. أيوه طبعا الله لا يفجع مسلم. رايحين مع بعض مشوار طبعا أعرق حتى لو في البرد عادي يعني في الأخير الواحد يعني مساماته مفتوحة وأمورك طيبة تشرب موية. قال لي ترى أنت تعرق كثير وأنا أختي قالت لي دخلها في راسك دخل الموضوع مرة كبر الموضوع. أختي قالت لي ترى يمكن يكون عنده سكر إذا فارس عنده كذا وكذا. هو قال لها إيش الأعراض أنه صرت تدقق كبير الحين ايه؟ انا وسوست والله صحيت اخر الليل صمت اليوم الاول ذا رحت المستوصف والله جد كلمه رحت المستوصف قلت له فيك خير احمد ربك بحلل بالله عندي سكر ولا ما عندي سكر. طلعت وحللت كل شيء بعدها بساعه جيت قال لي ما عندك سكر. اليوم الثاني رحت لعبد الرحمن شوف المصيبه هذه مصيبه عظمى اكبر مني. قلت له عبد الرحمن قال لي ما في سكر. قال لي انت شكلك كنت صايم. لا كل عادي وبعدين رحت على يعني ما عندي شيء اموري طيبه وتعاون اليوم الثاني رحت والله بعد ما اكلت رحت حللت ابغى اطلع من النفسيه لك انت كنت فاطر طول اليوم حللت نص اليوم افطر كل اعراض السكر فيه اعوذ بالله منه. رحت حللت والامور طيبه ما لكم صلاح باللي يقول لكم يا جماعه الخير نصيحه محب روح بس افحص يعني وقايه لك لنفسك مو للناس لانه بعض الناس ممكن توصلك لطريق غلط. لانه انا ما احب المستشفى شوف والله ولكن انصحه لاني شايف اعراض السكر كلها. لا والله في ناس مدمنين في الحمد لله ما في سكر والامور طيبه.